أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مجلة فرنسية تقول انهيار المجتمع اليمني سيزلزل المنطقة والعالم. صحيفة بريطانية تعنون نساء اليمن يحملن مفتاح السلام على خطى بلقيس. ومن الحياة اللندنية، البنك اليمني للإنشاء والتعمير يحقق أرباحا رغم الصعوبات. وأخيرا من البي بي سي، كوريا الشمالية تحفر خندقا في المنطقة الحدودية. أهلا بكم. يعيد موقع إخباري يمني ما نشرته مجلة فرنسية شهرية بشأن ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن، وعنونت مجلة ليفيغارو انهيار المجتمع اليمني سيزلزل المنطقة والعالم. وفي إجابة على التساؤل ما عواقب حرب لا نهاية لها في اليمن، قال الباحث والأستاذ في جامعة ساينس بول الفرنسية ومؤلف كتاب اليمن من العربية السعيدة إلى الحرب لوران بونيفوي في الترجمة التي نشرها موقع يمن مونيتور، أن انهيار المجتمع اليمني لن يحدث خلف الأبواب المؤصدة، بل له عواقب وخيمة للمنطقة والعالم. فهذا البلد يقع على طريق النفط قبل أي شيء آخر، فالأثار التي يمكن أن يخلفها استمرار القتال لا يمكن التنبؤ بها. وأضاف أن استمرار الحرب يعني أيضا تدفقات لمئات الآلاف من اللاجئين هناك. هناك بالفعل 400 ألف يمني تركوا بلدهم بالفعل، وهذه ليست سوى بداية الطريق قبل أن يتم تنظيمها تدريجيا. وعن الجماعات الجهادية وتنظيم القاعدة الإقليمي، قال الباحث إنها تحظى ببعض الدعم في اليمن، خاصة وأن حالة الحرب تخرق مؤسسات الدولة وتزيد من شرعية فرز المجتمع نحو طائفية عنيفة، ما يعزز الحركات الجهادية. وأشار إلى أن الأمر الأسوأ من ذلك أن اليمن هو التحدي الذي نود أن نتعامل معه بذكاء، بل أود أن أقول أن هذا البلد مختبر يمكننا من خلاله رصد قضايا وتطورات تواجه البلدان الأخرى في المنطقة. وإلى موقع المصدر أونلاين، حيث صدر صفحته الرئيسية بالعديد من العناوين أبرزها: واشنطن ترحب بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء وتدعو لمفاوضات سياسية لإنهاء الصراع في اليمن. وفي موضوع متصل: الأمم المتحدة، التحالف أعطى تصريحا بعودة عمال الإغاثة إلى صنعاء ولم نتلقى إذنا بإدخال المساعدات. وعنوان: منظمة تشكو احتجاز الحوثيين لشحنة أدوية في إب ومخاوف من تعرضها للتلف. وزير العدل يقول: ميليشيات الانقلاب نهبت المحاكم والنيابات وحولتها إلى مقرات عسكرية. حسن عبد الوارث يكتب في يمن مونيتور مقالا يلخص فيه العلاقة بين الحوار والحرب، وكيف أن حروبهم تنتهي بالحوارات وحواراتنا تنتهي بالحرب، كما يستهل مقاله بالتمهيد لأدب الخلاف وفن التحاور. كان المهاتما غاندي يكتب سرا مقالات تخالف آراءه وأطروحاته وينشرها ليعلم الناس أبجدية حرية الرأي وقواعد المعارضة الفكرية، ولم يكتشف أحد هذا السر إلا بعد رحيله. وينسب إلى فرانسو فوليتير القول: قد أختلف معك في الرأي، لكنني مستعد للتضحية بحياتي دفاعا عن حقك في إبداء رأيك. وقلت إن هذا القول ينسب إليه، فالقائل الحقيقي كاتبة تدعى إيفيلين بياتريس هول، وقد حدث التباس بينهما في واقعة ليس هنا مجال سردها. أما جورج براندو شو فقد قال يوما: إذا أردت معرفة ما في عقل شخص ما فاسمعه يحاور من يختلف معه في الرأي. وثقافة الاختلاف بضاعة غير متداولة في سوق العرب، فالعربي منذ القدم لا يعرف الجدل أو الحوار في القضايا الخلافية، فهو يلجأ إلى السيف في حل هذا النوع من الأمور. وقد حل البندق محل السيف في زمن تال، ثم حلت الدبابة محل الجميع. غير أن الأدهى أن هذا المشهد ليس سائدا في أوساط العامة والدهماء فحسب، بل استشرى أيضا في أوساط النخبة، أو ما يفترض أنهم نخبة من أهل الفكر والسياسة على السواء.
ويوم أن يتفق أهل الشأن في إقامة حالة حوار للبت في أمر ما ذي طبيعة خلافية بينهم لا يكتب لهذه الحالة طول العمر، ناهيك عن النجاح والفلاح. نشرت صحيفة الاندبندت البريطانية تقريرا عن النساء في اليمن، وذلك إثر زيارتها لمحافظة مارب شرق اليمن، وهي الزيارة التي ضمت العديد من الصحفيين العاملين في عدة وسائل إعلام دولية. وعنونت الصحيفة في التقرير الذي ترجمه ونشره موقع الموقع بوست: نساء اليمن يحملن مفتاح السلام للحرب اليمنية على خطى ملكة سبا. وتقول الصحيفة التي أعدت التقرير: بالنسبة للنساء في اليمن كانت أثار الحرب متعددة، ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن تصعيد النزاع أدى إلى زيادة إضعاف وضع النساء والفتيات في المجتمع. وتضيف: في مارب حيث توجد الآن نساء كثيرات في الجامعة، بدأت السلطة المحلية في تسيير حافلات لضمان وصولهن من الحرم الجامعي وإليه، لكن ناشطة محلية في مجال حقوق الإنسان قالت إنها تشعر بأن ما يبدو على سطح الأرض يبدو وكأنه تقدم لا يزال غير كاف على الوضع الراهن. وقالت أمة الله الحمادي البالغة من العمر 25 عاما للصحفية مكرنان: هناك عدد أكبر من النساء في الكليات الآن، نعم، لكن ماذا يفعلون بهذا التعليم؟ والمرأة التي تتولى أعلى رتبة في مارب كلها هي معلمة أساسي. وتضيف أمة الله الحمادي: هذه هي أرض الملكة بلقيس، المرأة اليمنية كانت دائما قادرة، سنكون دائما قادرين، نحن بحاجة فقط إلى فرصة لإثبات ذلك. وقالت مكرنان إنه خلال مشاورات مؤتمر الحوار الوطني الذي أعقب الربيع العربي كانت النساء اللواتي يتصرفن كصانعات للسلام غير الرسميات على المستوى المحلي عاملا أساسيا في النجاح. وإلى صحيفة أخبار اليوم، العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى، وأبرز تلك العناوين: نقابة موانئ عدن تستنكر عرقلة حركة الميناء والتعسف ضد الخطوط الملاحية، وعنوان: قيادي حوثي يتوعد صالح بنهاية سوداوية ويهدد بمصادرة أموال عدد من التجار. ومن العاصمة المؤقتة: اجتماع بوزارة الدفاع يناقش التحضيرات لفعالية عيد الجلاء في 30 نوفمبر. ومن ذات المدينة: القبض على شخص فجر قنبلة صوتية عند بوابة مستشفى الجمهورية. ومن حضرموت: زلزال يضرب منطقة دوعا ويخرج خزان مياه المنطقة عن الخدمة. المنطقة العربية: الطور الأقصى من الجنون. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها فيما يشبه التعقيب على المأساة التي هزت أرجاء مصر والعالم ظهيرة أمس، وقالت الافتتاحية في جزء منها: تؤكد بحوث علمية عن جذور الإرهاب تم إنجازها على مدى عشرات السنين من التوثيق والمقابلات من سجناء إرهابيين، مثل فهم شبكات الإرهاب لمارك سيغمان ومسببات الإرهاب لمارثا كرينشو، فإن الإرهاب لا يمكن تخليصه بعوامل أيديولوجية أو دينية أو باختلالات نفسية، وقد تابعت هذه الأبحاث جذور الإرهاب منذ الفوضويين الروس مرورا بالحركة المسلحة الإيرلندية والباسك والجزائر، وكلها تتفق على أن الإرهابيين كانوا أشخاصا عاديين، وأن ما دفعهم للإرهاب هو شبكة علاقاتهم العائلية وصداقتهم وولاءاتهم لمجموعات مغلقة عشائرية ثقافية وطنية دينية أو سياسية، وأن الظروف التي تخلق الإجرام المعمم ضد الأبرياء هو شعور الأفراد من جماعة ما بخطر وجودي. أجهزة الأمن العالمية والعربية لا تريد البتة سماع هذه الآراء، ولا ترغب في معرفة الأسباب التي تدفع بشخص أو جماعة إلى هذا الطور، لأن الشرطة قتلت أخاً أو أباً أو ضربت أفراد عائلة انتقاماً لحادث، أو لأن طائرة هليكوبتر أفنت عائلة بأكملها. تركز أجهزة الأمن على فكرة هزيمة الإرهابيين من دون أن تهتم بأثر عملياتها العسكرية والأمنية على النسيج الاجتماعي والسياسي لمن تقصفهم أو تقتلهم أو تعتقلهم، وهو ما يعني أن وسائلها للقضاء على الإرهاب تعيد تفريخ أسبابه وتوسع الحاضنة الاجتماعية له.
إلى القائمة الطويلة لهذه الجذور العميقة للإرهاب التي تتغذى على مسارات الاستبداد والاحتلال وإرهاب الدولة، فإن الأنظمة العربية تبدو صاعدة في أطوار غير مسبوقة من الجنون السياسي الذي يدهش البشرية. طلاب كلية الآداب في جامعة عدن، وقبل أن يبدأوا محاضراتهم يفترض بهم القيام أولاً كما علقت صحيفة الأيام بتنظيف باحة كليتهم من الأتربة ومن مخلفات التوقف عن الدراسة. قالت الصحيفة إن طلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب نفذوا مبادرة طلابية لتنظيف ساحة مقراتهم التعليمية بالتعاون مع محل خور مكسر. وقال عميد الكلية علوي مبلغ إن المبادرة تعيدهم إلى ما قبل ربع قرن من الزمن وتعتبر ظاهرة تستحق الاحترام، وأكد أن طلاب علم الاجتماع بادروا طوعيا دون أي إملاء أو توصية من أحد إلى تنظيف ساحة الكلية من الأوساخ وآثار الرياح والمخلفات الموجودة بالساحة. وقالت أستاذة علم الاجتماع ومشرفة المبادرة رضية باصمد: قمنا بمبادرة بسيطة لتنظيف ساحة الكلية بمجهود ذاتي من الأساتذة والطلاب برعاية الكلية ومحل خور مكسر. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى الاقتصاد، حيث تعنون صحيفة الحياة اللندنية في إحدى صفحاتها: البنك اليمني للإنشاء والتعمير يحقق أرباحا رغم الصعوبات. قالت الصحيفة إن الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير أقرت الموازنة العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 من كانون الأول ديسمبر 2016، إذ ارتفعت أرباح البنك من 1,730,000,000 ريال يمني في 2015 إلى 2,340,000,000، أي ما يعادل 5,800,000 دولار في نهاية 2016 بعد خصم كل المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة. وأشار تقرير الموازنة العامة للبنك إلى أن موجوداته بلغت العام الماضي 226 مليار ريال، أو 226.1 مليون ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 193.26 مليار ريال نهاية العام ذاته. وأكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي واليمن يمر بمرحلة صعبة وتاريخية فاصلة، وقال: في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد، أصيب الاقتصاد بحال ركود كلي وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية، أثر سلبا على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة، ما أدى إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك. ويضيف أن هذا شكل صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة عن التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات، وبالتالي تجنيب قدر كبير من المخصصات. وأضاف: تعطلت حركة التجارة وشحت العملة الصعبة في السوق المحلية، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من اليمن وإليه، كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة المصارف على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب الكثير من المصارف المراسلة في الخارج التعامل مع المصارف اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد وطلب بعض المصارف المراسلة من المصارف اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.
في صحيفة الديلي تيليغراف نطالع تقريرا بعنوان الخطر القادم سيكون الخلافة الافتراضية لتنظيم الدولة الإسلامية، أعده بن مرمر مراسل الشؤون الدفاعية للصحيفة، والذي يطرح هل سيكون العالم أكثر أمنا الآن وقد هزم تنظيم الدولة في العراق وسوريا. يرى معد التقرير أن بريطانيا لن تكون أكثر أمنا من الهجمات الإرهابية لتنظيم الدولة، فقد حذر أحد مستشاري رئيسة الوزراء للشؤون الأمنية من أن الخلافة الافتراضية لم تهزم، وقال باتريك ماك جينيس إنه ومع اندحار جنود الخلافة من العراق وسوريا فقد أصبح خط التماس مع تنظيم الدولة الإسلامية على الشبكة العنكبوتية. وقال خبراء أمنيون في مؤتمر عقد في لندن أن الأولوية الآن هي لتدمير الخلافة الافتراضية، وأشار باتريك إلى أن السرعة التي يمكن بها تحويل مواطنين بريطانيين إلى متطرفين وتخطيطهم هجمات تجعل إيقافهم شبه مستحيل، وأضاف العالم لن يكون آمنا إلا إذا حظر وجود تنظيم الدولة على الإنترنت، ويرى أن المهمة منوطة بشركات الإنترنت والشركات التكنولوجية. إذا كانت السنوات السبعة التي بدأت مع العقد الثاني لهذا القرن وعشناها بحلوها ومرها هي السنوات العجاف والتي شهدت مخاضات عسيرة في شتى ميادين الحياة، فهل ما سوف يعقبها من حصاد سياسي وثقافي هو السبع السمان؟ هكذا بدأ خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج مضيفا: لكل منا قراءته لما جرى في عالمنا، وذلك تبعا لمنسوب بصره وبصيرته معا، والأديولوجيا التي يرتكز عليها ويستضيء بها، لأن هناك لحظات يختلط فيها الأمر على بعض الناس، ومنها اللون الأصفر الذي قد يكون دلالة مرض وشحوب أو لون هشيم، وقد يكون لون نضج العناقيد واقتراب أوان قطافها، وليس من حق أي فرد أو طرف أن يحتكر الرؤية، وبالتالي الشهادة على ما يجري لأنه بالغ التعقيد، خصوصا بعد أن اشتبكت النوايا وأوشك حابل الحرية أن يختلط بنابل العدمية والفوضى. ولو شئنا الخروج من نطاق التوصيف ورصد الناتئ من جبال الجليد الغاطسة في الدم لا في الماء، فإن ما حدث كان تعبيرا عن فائض عدة مكبوتات تراكمت وتفاقمت، وما انفجر هو المؤجل الذي لم يجد متنفسات طبيعية تفرغه من شحناته وتهدئ من غليانه. فالاستبداد مهما طال أمده تأتي لحظة بركانية للتعبير عن كل ما ألحق بالبلاد والعباد. فالبشر لهم قدرة محدودة على الاحتمال والتأقلم، لكن الطبع كما قال ابن خلدون لابد أن يغلب التطبع في النهاية. فهل كان مصدر الالتباس في المشهد وخلط الأوراق في الملفات سببه غياب البوصلة أم غياب النخب المؤتمنة تاريخيا على أعز ما تملكه الأمم وهو حريتها وهويتها وذاكرتها القومية؟ الإجابة تتطلب الخروج من الثنائيات ونظريات المفاضلة بين إما أو، لأن العلاقة بين البوصلة والنخب جدلية، وحين تصاب البوصلة الوطنية بالتحديد بالعطب فتلك مسؤولية النخب المنوط بها السهر وحراسة الموروث وما يفرزه من أشواق وطنية. لم تكن السبع التي مرت عجافا كلها، وسيكون لها من الظلال ما يدفعنا إلى التحفظ، ونحن ننتظر سبعا سمانا بعدها. في العناوين المنوعة التي تناولتها الصحافة اليوم جاء في آرتي الروسية والتي عنونت صورة قديمة غيرت حياة شاب إلى الأبد، فبعد مرور 25 عاما من رحيل أسرته من المدينة التي كانت تعيش بها استعاد شاب روسي ذكريات الطفولة بالنظر إلى إحدى الصور القديمة فوجد فيها حب حياته. بدأت القصة منذ نحو 25 عاما عندما كان الشاب يفغيني يقطن مع أسرته في مدينة صغيرة بشبه جزيرة القرم الروسية، حيث كان يفضل قضاء معظم أوقاته باللعب مع ابنة جيرانهم الصغيرة إيرينا، وكان مولعا بها إلى حد كبير. وبعد مدة اضطرت عائلة يفغيني لمغادرة المدينة لتستقر في نوفوسيبيرسك والتي تبعد مئات الأميال، واحتفظت أم الطفل بصورة تجمع ابنها بصديقته للذكرى. وشاءت الأقدار بعد مرور ربع قرن أن تقع إحدى تلك الصور بيد يفغيني والذي دخل ربيعه 27،
ليحن على إثر ذلك لصديقة الطفولة ويقرر البحث عنها بعد كل تلك السنين. وفعلا بدأ الشاب بالبحث عن أثر العائلة، حيث توصل في مواقع التواصل الاجتماعي إلى حساب أمها وراسلها واتفقا على أن يجتمع بابنتها. يتابع الموقع: بعد عدة لقاءات أحس الشاب والفتاة بإعجاب متبادل، تطور إلى علاقة حب رائعة وانتهت بالزواج، والعائلة الجميلة تنتظر حاليا مولودها الأول. واحدة من صور الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي يصعب نسيانها هي صورة معارك الخنادق، فقد تحولت تلك الأماكن التي حفروها بأيديهم قبورا لهم أيضا. وفقا لشبكة البي بي سي، كوريا الشمالية تحفر خندقا في المنطقة منزوعة السلاح. قالت الشبكة: من المرجح أن كوريا الشمالية تحفر خندقا في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع جارتها الجنوبية بعد أيام من محاولة جندي هارب عبور الحدود. ونشر دبلوماسي أمريكي في كوريا الجنوبية على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تظهر بعض العمال أثناء حفر خندق في هذه المنطقة، وكان جندي في جيش كوريا الشمالية قد قاد سيارة بسرعة عالية في اتجاه الحدود مع كوريا الجنوبية، ثم انطلق من السيارة ليبدأ الركض في نفس الاتجاه ويتمكن من القفز داخل الحدود الكورية الجنوبية. واستمر عدد من جنود كوريا الشمالية في مطاردة الجندي الهارب وإطلاق النار في اتجاه زميلهم الهارب ليصاب بجروح بالغة. ونشرت الأمم المتحدة مقطع فيديو يصور مشهد هروب الجندي ومطاردته، والذي ظهر فيه أن الجندي كان بإمكانه العبور إلى كوريا الجنوبية بالسيارة، لكن عطلا مفاجئا حل بها. تنوعت الأحداث التي شهدها العالم أمس بين السياسية والثقافية والاجتماعية، وقد وثقتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، ونعرضها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.